سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أصلى عن نفسي ونيابة عن مجلس نقابة محامين مصر بنهنئ الزملاء الجدد مع بداية عصرهم في مهنة المحاماة. لكني أحب أن أشير في عجالة بعد قليل وبعد دقائق معدودة تلتقوا مع معالي الأستاذ النقيب سامي عاشور ليلقي على مسامعكم وترددوا من خلفه قسم المحاماة طبقا لنص المادة 20 من قانون المحاماة. وهذا القسم يجب أن تعوا كلماته بوعي، لأنه يتضمن قيم ومبادئ هي أسمى القيم وأنبل المبادئ: الشرف، الأمانة، الاستقلال. هذه مبادئ يجب أن تعوها جيدا، لأنها هي بداية عهد المحامي وأن يظل محاميا. كما أنكم الجيل الذي تمتع بالمسؤولية الدستورية، هذا الجيل يجب عليه أن يكون أهلا لتحمل هذه المسؤولية. لكي تكون متحملا للمسؤولية الدستورية لابد أن تكون شكلا ومضمونا محاميا، محاميا تحافظ على مظهرك ثم تحافظ على الكيان الداخلي بأن تنهل من كافة مناحي العلوم، كافة مناحي العلوم، لا تقتصر على العلوم القانونية، وإنما عليكم أن تنهلوا من كافة مناحي العلوم حتى تصلوا إلى مرحلة التميز والإبداع. أنا لن أطيل في الحديث، فالحديث معكم يطول والحديث عن مهنة المحاماة يطول، ولكن أحب أن أذكركم بأن تعوا الكلمات التي ستتلى على ما سمعكم ترديدا لقسم المحاماة، فهي مبادئ وقيم سامية لا تعلوها قيم ولا تعلوها مبادئ. كل عام وحضراتكم بخير، وأتمنى لكم مستقبلا باهرا مشرقا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.